المتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر شكرا يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد يا ربي ولك الشكر. إلهي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين بعدد ما ذكره الذاكرون، وأصلي عليه أيضا بعدد ما غفل عنه الغافلون. أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل والمتابعون لإذاعة المنار الإسلامية، فشكرا لحسن متابعتكم واستماعكم لنشراتنا. أحبتي في الله، أريد أن أقدم إلى معاليكم نشرة من نشرات اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك. ما زلنا نحن أيها الإخوة في الجزء الثالث، الوحدة العاشرة، الدرس 65. أما عنوان الدرس المفردات والتعبيرات، بعد أن شرحنا الموضوع الرفق بالحيوان بدأنا بحل التدريبات، فوصلنا إلى الفقرة الثانية بعنوان المفردات والتعبيرات. سوف نقوم اليوم إن شاء الله ونحل التدريبات تحت هذا العنوان. التدريب الأول يقول: الجموع التي تحتها خط وردت في النص، هات مفرد كل منها وضعه في الفراغ. دمنار خوگوری دون کود خوگی جبز دکون کود لوی رب العالمین نا امید لرم چروغ او جول بستیم. عزت مندو زمنگ استاس نندر سخ پروانه د العربیه تو بین دک کتاب سخا درم کتاب ده لسمه وحده ده 15 پیتم نمبر درس ده. عنوان ده درس ده المفردات والتعبيرات. تیر خ پروانو کی منگ او تاس یو موضوع غستی و الرفق بالحيوان. نن ده هغه موضوع په تړاو باندې چې کوم تمرین را کړی دی هغه ان شاء الله حل کوم. رازو عزتمندو، دې کې دوه برخې وي، په مفردات او تعبیرات کې. اولنۍ برخه په دې عنوان باندې وه الاستيعاب، هغه کوم څه تمرین حل کړی و. نن دویمه برخه چې ده مفرداتو باره کې ده، تعبیراتو باره کې ده. مفرد لغات او کلماتو ته ویل کیږي، د دې په باره کې څه تمرین را کوي. کله برانه غوښتنه کوي چې جمع ذکر کا، کله بوی مفرد ذکر کا، کله بوی عکس ذکر کا، کله بوی معنی ذکر کا، کله بوی د دام مفرد په جملو کې استعمال کا. تعبیرات زمنګ استاد او لهجه او الفاظ ته ویل کیږي چې و جمله ما ته په کم طرز باندې وایو، بل سړی په کم طرز باندې وای، ځکه د هر سړی لهجه او طرز سوي هغه بدل وي، دغه ته تعبیرات ویل کیږي. نو موږ او تاسو نه بس غوښتنه کوي جملې برانه غواړي چې په خپلو الفاظو باندې دا جوړې کړي. تعالوا أيها الإخوة نبدأ بالتدريب الأول. يقول: الجموع التي تحتها خط وردت في النص، هات مفرد كل منها وضعه في الفراغ. رازو عزت مندو في أول تمرين شروك وسغوختنكي والجموع أغا كلمات أغا جمع ذكر شبي دي كم ذكي التي تحتها خط، فلان دي جملوكي جوغوري دي كمي كلمات ودلان دي تخد دي أغا جمع ذكر شبي دي. ودغه جمع چې دی وردت فی النص، دا په تیره موضوع کې ذکر شوی دی. نص موضوع دا ټول په یو معنا راځي. مخکې موږ او تاسو دا نص اغستیو الرفق بالحیوان، نو دا کلمات په هغې کې ذکر شوی دی. وردت معنا وارد شوی دی، ذکر شوی دی، بیان شوی دی، راغلی دی پکې. نو څه غوښتنه کوي؟ وهات مفرد کل منها، دغه کلمات په نس کې راغلي، جمع تی ولا مفرد پیدا کا. چې مفرد یې څه دی؟ چې د یو کس دپاره څه استعمالېږي، د یو څیز دپاره دا کلمه څنګه استعمالولی شو. لکه مثال البهائم، زناورو ته وایي. نو چې یو بهیک که دغه وي هغه ته به څه ویل کیږي؟ چې یو زناور وي. امثالکم، امتونه ستاسو په شان تي. نو د دې مفرد به څنګه ذکر کوو؟ الدواب، المؤسسات، اصحاب، طبائع. د دې غوښتنه کوي بیا چې دا دې معلوم کړل. وضعه فی الفراغ، وضع معنی کېده، ضع الكتاب، کتاب کېده، ضع القلم، قلم کېده، ضع الجوال، موبایل کېده، فی الفراغ، دغې خالیګه کې کېده، املأ الفراغ، فراغ ډکه، ضع هذه الكلمه فی الفراغ، دا کلمه دغې فراغ کې کېده، ضع هذا الشی فی الفراغ، دا څیز راواخله په دغې فراغ خالیګه کې کېده، اجلس فی مکان الفارغ،
أغا فارغ زكي كينا خالي زكي كينا. تعالوا أيها الإخوة نبدأ بالجمل. يقول الجملة الأولى: لا تشابه هذه فراغ تلك البهائم القريبة منها. الجملة الثانية يقول: هذا الطائر ليس فراغ هذا الطائر، والطير والحيوان أمم أمثالكم. الجملة الثالثة: خلق الله كل هذه الدواب وكل فراغ يرزقها الله. الجملة الرابعة: بأي فراغ من الوجوه تقابل الله يوم القيامة. الجملة الخامسة يقول: هذه فراغ ناجحة، أما المؤسسات الأخرى فليست ناجحة. الجملة السادسة: فراغ هذا المصنع أفضل من أصحاب المصانع الأخرى. الجملة السابعة: للإنسان فراغ وللحيوانات طبائعها وخصائصها. تعالوا أيها الإخوة نترجم. الجملة الأولى: لا تشابه هذه. أول جملة معناها سنة ولا تشابه هذه ندى مشابدة بيرست خالقارة ولدة بيوي تلك البهائم القريبة منها أغلى زناوات جديدة ديتا ترسو چه منگا تاسو خالقارة کرده نوی نپورة جملة سي معنى نوازي حقیقي. دوما جملة كوي: هذا الطائر ليس طائر مرغة تولكي دا مرغة چه دين نده هذا الطائر بما وي دا مرغة ذكرت مغة خالقا دا معنى سينور كي ترسو چه منغا غا كلمة نذكر كري. والطير والحيوان أمم أمثالكم مرغة أو حيوانات چه دي هم دا قرنگ أمتنا ديستاسو پشانتي اي انسانانو. دوما جملة كوي: خلق الله كل هذه الدواب دا ټول زناور الله رب العالمین پیدا کړی دی فزمکه چې هر سیز روانو دا چا پیدا کړی الله بیرسته وی وکل هر یو يرزقه الله الله وترزق ورکی. څلورمه جمله کې وی: بأي وجه من الوجوه تقابل الله يوم القيامة مقصد په کوم یو مخ باندې تاسو مخامخ کیږي د الله رب العالمین سره په کوم قسم مخ باندې. پنځمه جمله کې وی: هذه اشاره کړله ناجحة کامیابة ده أما المؤسسات الأخرى فليست ناجحة نور مؤسسي چدي طولني چدي أغا كميا بندي. شبقما جملة كوي: هذا المصنع أفضل داكر خانة بهتر دا خمقي تخالي قادا نو أغا كلمة وصرا يوزيكو بي من أصحاب المصانع الأخرى دا أغا كارخانو خواندانو نتشغ نور دي. وما جملة كسوي: للإنسان إنسان دا پارا وللحيوانات طبائعها وخصائصها دا حيوانات خبل طبائع دي والخصلتنا عادتنا دي. تعالوا أيها الإخوة نضع كلمة مناسبة في الفراغ ثم نترجم مرة أخرى. رازو مناسبة كلمك دو أبداغ نرس الترجمة كوجسي ترجمة راكيم. لا تشابه هذه ماذا نكتب في الفراغ؟ هنا يقول صاحب التمرين أو صاحب الكتاب: البهائم تحت هذه الكلمة خط يطلب منا صاحب الكتاب أذكر مفرد كلمة بهائم. فالجواب ماذا؟ البهائم مفرد هذه الكلمة البهيمة البهيمة. فإذا نضع في الفراغ كلمة بهيمة ثم نقرأ الجملة: لا تشابه هذه البهيمة تلك البهائم القريبة منها. نتكلم من غوتاسو خالقاك دق كلمة كي غوست البهيمة كلمة بهائم جمسدا دستشي جمده بهيمة كلمة جمده بهيمة يو زناور تولكيه بهائم دير زناور تولكيه. نوي لا تشابه هذه البهيمة دا زناور مشابه نده تلك البهائم دا غلر بهائم سرى دا نور زناور سرى القريبة منها جدتا نجديد اغا زناور دي زناور سرى مشابه نده مطلب بدل لي عدد كي يا رنگ كي فنور قسم كي دا مختلف دي. نزمان مقصد بكسر بهائم جمع سرازي بهيمة. الجملة الثانية يقول: هذا الطائر ليس ماذا نكتب في الفراغ؟ يقول: أمثالكم. استعمل هذه الكلمة جمعا فما مفرد هذه الكلمة؟ الجواب ماذا؟ أمثالكم مثل. فإذا نكتب في الكلمة في الفراغ مثل، مثلا هذا الطائر ليس مثل هذا الطائر، والطير والحيوان أمم أمثالكم. تعالوا نترجم الآن. أمثال جمع سرادي مثل الذي مشابهة معناه وركي
داده هغه پشان تدی هذا الطائر ليس مثل هذا الطائر دا مرغه دی مرغه پشان تندی والطير والحيوان امم امثالكم مرغان تدی او حيوانات تدی دم امتنا دی دل دی جماعتنا دی استاسو پشان دی لکه څنګه چې انسانان یو جماعت دی یو امت دی هم د قرنګ مرغان خپل کې یو جنس یو امت دی حيوانات خپل کې یو جنس یو امت ایو ټولګی دی هذا الطائر ليس مثل هذا الطائر نو امثال جمع سرالة مثل لالي دائما جملة كسوي خلق الله كل هذه الدواب فهنا كلمة الدواب وضع تحت هذه الكلمة خط يطلب منا جمع مفرد هذه الكلمة فإذا نكتب في الفراغ ماذا مفرد كلمة الدواب الدواب مفرد هذه الكلمة دابة فنقول خلق الله كل هذه الدواب وكل دابة يرزقها الله فالآن نترجم والله رب العالمين دا طول بزمكة روان دي الدابة كل شيء ما يمشي على الأرض يقال له الدابة هرسج بزمكة بعند روان يغيك سوي الكيكي دابة والكيكي دغة الدواب بزمكة روان دي دا سدي الله رب العالمين فيدا كل الدواب جمع دا مفرد سرازي دابة او هر دابة الله رب العالمين رزق وركي انسان دي مرغ دي حيوان دي حشرات دي چه سفز مكا گرزي او سالري او رزق واري الله رب العالمين دا غيزي ماري كري دا طول تبا رزق وركي الجملة الرابعة يقول بأي من الوجوه كلمة الوجوه جمع فما مفرد هذه الكلمة وجه فإذا نكتب في الفراغ كلمة وجه فنقول بأي وجه من الوجوه تقابل الله يوم القيامة بأي وجه من الوجوه تقابل الله يوم القيامة فكم مخباندي وجه مختوي الكيجي وجوه جمرازي فكم مخباندي شد مخوننا دي طب مخامخ كيجي الله رب العالمين سر دي انسانانو دير مخونا دي يا قيامت بورز باندي تور مخونا سبين مخونا بوي تانا غوختنا كي تبا پا كم مخ باندي الله رب العالمين تا مخامخ كيه يا منغ استاذو تعبير پا استلاح باندي منغ وايو كنا يو انسان چه کل خيانت وكي دوکا وكي يو ظلم وكي يو زيته وكي اخيرت طرف تا سوش نينو منغ وطواي چه پا كم مخ با الله سر مخامخ كيه دا يو استلاح دا يو تعبير دا استمالي چه مطلب زان اصلاح کا چه خب پاک لار شي پس بين مخ باندي الله رب العالمين تا مخامخ شي بأي وجه من الوجوه تقابل الله يوم القيامة دو وجوه جمع سرازي وجه الجملة الخامسة يقول هذه ناجحة أما المؤسسات كلمة المؤسسات استعملت هنا جمعا فما مفرد هذه الكلمة مؤسسة فإذا نكتب في الفراغ كلمة مؤسسة فنقول هذه مؤسسة ناجحة أما المؤسسات الأخرى فليست ناجحة مؤسسات جمع سرازي مؤسسة دا مؤسسة چدا دا تولنا چدا یا دا چدا خير کار کوي ناجحة دا کامیاب مؤسسة دا اما المؤسسات الاخرى نور مؤسسة چدي فليست ناجحة اغا کامیاب ندي مؤسسات جمع سرازي مؤسسة انا اعمل في مؤسسة كذا وكذا زبلان كم مؤسسة كاركم انا اعمل في مؤسسة الخيرية زد يو خيري مؤسسة كاركم انا اساعد مع المؤسسة الخيرية زه هغه مؤسسه سره کومک کوم چې هغه د خیر مؤسسه ده شپږمه جمله کې سوې هذا المصنع افضل من اصحاب المصانع الاخرى اصحاب كلمه استعملت هنا جمعا فما مفرد هذه الكلمه صاحب فاذا نكتب في الفراغ كلمه صاحب فنقول صاحب هذا المصنع صاحب هذا المصنع افضل من اصحاب المصانع الاخرى اصحاب جمع سرازي صاحب رازي دا چه خالقا کی کیدو جمله سی کی گی نورم صاحب هذا المصنع ده دی کرخانی مالک چه ده خاون چه ده افضل بهتر شخص ده من اصحاب المصانع الاخرى ده نورو کرخانو خاون دانونا ده دی مالک چه ده ده دی کرخانی اغا بهتر شخصیت ده خسره ده پا نسبت ده نورو کرخانو ده مالکانونا اصحاب خاوندانو تا مالکانو تا ولکی گیم ومنبر كسوي للإنسان طبع وللحيوانات طبائعها وخصائصها ده إنسان خبل فترد ده طبع ده خبل تبيد ده وللحيوانات طبائعها وخصائصها أو ده حيوانات خبل تبيد ده
د چا یخنی خوښیږي، د چا ګرمي خوښیږي، د چا خوراک یو قسم خوښیږي، د چا بل قسم، او داغه خپل خصلتونه خپل عادتونه دي. نو طبائع جمع سرازي، طبع رازي، طبع الله الناس، الله رب العالمين دا خلق پیدا کړلی په خپل طبيعتونو باندې، يعني خلقهم وانشاهم على صوره معينه، په یو شکل باندې الله رب العالمين پیدا کړی دي. یا دارنګ طبائع جمع سرازي، طبيعتون رازي، ام دارنګ یو فطرت تویل کیږي، له طبيعه هادئه، داغه ارام تبت دي، يعني الله رب العالمين خ اخلاق، خ سلوك، خ عادت ورکړی دي، چاته ضرر نه رسي، درون اخلاق لري. هذا هو التدريب الأول أيها الإخوة. البهائم مفرد هذه الكلمة ماذا؟ البهيمة. أمثالكم مفرد هذه الكلمة ماذا؟ مثل. الدواب مفرد هذه الكلمة دابة. الأوجوه مفرد هذه الكلمة وجه. مؤسسات مفرد هذه الكلمة مؤسسة. أصحاب مفرد هذه الكلمة صاحب. طبائع مفرد هذه الكلمة طبيعة أو طبع. نبدأ الآن أيها الإخوة التدريب الثاني. يقول: هات من النص الكلمات المضادة في المعنى لما تحته خط واكتبها في الفراغ. هنا أيضا ذكر صاحب الكتاب في التدريب الثاني بعض الجمل وذكر الفراغ أيضا، ويقصد ويطلب منا أن تضع كل كلمة ما تجد في الجمل تحت تلك الكلمة خط أذكر عكس تلك الكلمة أو ضد تلك الكلمة. مثلا: أذكر الله فراغ النهار وآخره، كلمة آخر نجد تحت هذه الكلمة خط. فيقول صاحب التدريب: أذكر عكس هذه الكلمة أو ضد هذه الكلمة، آخر عكسه ماذا أو ضده ماذا. عزت منه دهم تمرين كي غختنا سكي وي وهات من النص دنسنا أغا كلمات ذكر كما انتنس معنا مخكي كما موضوع تيرشوا المضاد چې زد لري د څه شي زده في المعنى لما تحته خط، په معنا کې چې دا غي عکس استعمالیږي، مقابل استعمالیږي، دا غي کلمې چې دا غي لاندې خط ذکر شوې دي. وقتفها في الفراغ به خالقه کې ولیکه. هر جمله کې موږ تاسو سره یو کلمه ده غوښتنه کوي د هغه کلمې عکس ذکر کا چې کومې کلمې لاندې خط دي، او هغه کلمه بیا راواخله په خالقه کې کېده، نو معنا به د جملې صحیح شي. وسره أذكر الله النهار وآخرة. بعض الناس ليس لهم في رمضان إلا الجوع والعطش، وفي الليل إلا فراغ. الجملة الثالثة: نزل الرجل البئر ثم فراغ وسقى الكلب. الجملة الرابعة: الكافر يأمر بالمنكر وفراغ عن المعروف. الجملة الخامسة يقول: الله يرحم المؤمنين وفراغ الكافرين. الجملة السادسة يقول: إن الله خلق الموت وفراغ وهو على كل شيء قدير. الجملة السابعة يقول: المسلم لا يشتري إلا الحلال ولا فراغ إلا الحلال أيضا. الجملة الأخيرة يقول: الله جعل من بعد فراغ قوة. تعالوا أيها الإخوة نملأ الفراغ، نذكر كل كلمة نرى تحتها خط عكس تلك الكلمة ثم نضع في الفراغ ثم نترجم. الجملة الأولى يقول: أذكر الله النهار وآخره، كلمة آخر ما عكس هذه الكلمة؟ أول. فإذا نكتب في الفراغ كلمة أول، أذكر الله أول النهار وآخره، أذكر الله أول النهار وآخرة. سمعنا براوزي؟ الله رب العالمين ياد كذا الله ذكروك دورزي في أول كي أو في آخر كي، سهار ما الله يدوى، ما خامم الله يدوى، مقصد أروح كي الله رب العالمين يدوى. ده آخر كلمة دي عكس سيستماليكي أول كلمة. أكثر من غوتاسو جي كلا يبيو كلمة بمعنى باني نبيقو، ندام كولي شو جداغي عكس روالو زد روالو، نو ممكن معنا معلوميكي. وس يو مثال لي يو كاستي تورتم نبيجاني، شي تورتم ستاوي، نو منغو تواي چه رانا بيجاني، كرانا آغا بيجانده لداغي مقابل كي چه سراشي آغي تا تورتم ملكيكي. لنارينا مقابل كي سده خزا دا، يو سره دا خز كلمة پا معنا باني نبيجي، نو منغو يو چه دا نر دا دي مقابل كي سده خزا دا، دا وراز دا دي مقابل كي سده شپا دا. نو كلا كلا دير كلمات منغا وتاسو پا ازدادو باندي پجانم، وي تعرفو الاشياء بأزدادها،
دیر شایان منگا تاسو داغی پا عکس بانده پی جانو چی دا عکس معلوم شی زد کلمه معلومه شی نو داغی کلمه معنا منگا تاسو بسان پی جاندلی شو نو پا دیر خاطر داسی تمادین منگا تاسو تراولیم اذکر الله اول النهار و آخره. الجملة الثانية يقول بعض الناس ليس لهم في رمضان إلا الجوع والعطش وفي الليل إلا العطش. الجوع كلمة تحتها خط فما عكس هذه الكلمة العطش. جوع كلمة ستولكيجي ولقي تولكيجي دي حك السرازي الشبع رازي مروادي تولكيجي جكلا إنسان دوري أخري مولشي فلان شبعان جدا بلانكير دير زيت مولدي وأنا جوعان جدا أو زدير زيت وقي. أحمد جوعان ومحمد شبعان. أحمد جدي وجدي محمد جدي أغمول لبروري باندي. بعض الناس ليس لهم في رمضان إلا الجوع والعطش. بعضي خلق دي برمضان كده غدا بارا نور سنشتا مغر سرب ولقا وتنددا وجي شبيدي أو تجي شبيدي كم سواب نده شوي. مثال کنزلی کری غیبتی کری جبه وران استعمال کدی داله کده الله پیغمبر چوی دیر خلق روجه ونیسی خود روجه نه بس صرف مقه اولگا او تنده و اغستلا نور کم سواب ونشو. وفی اللیل الا الشبع او پشپکی سده بس مرواله ده دورزی وگه شوی دشپی سده مول شوی ده بس رمضان پا نقه ستیر کرده ده الله بندگی پکی نده کری. نو الجوع عکس رازی الشبع مرواله رازی. درم جمله کی سوی نزل الرجل البئر ثم نزل عكس رازي خرج رازي. نزل الرجل البئر ثم خرج وسقى الكلب. أصل ده نزل عكس رازي صعد رازي. خمغنى غختنا كريوات نسك كم ذكر شوي أما غذكرك. نزل محمد إلى البئر ثم خرج بعد ساعة أو نزل محمد إلى البئر ثم صعد من البئر بعد ساعة. محمد كتخ كتشو او یو گین تورست د کوین راوختونو خرج معنا استعمالیږي. خرج اصل کې وتلو ته ویل کېږي دا دخله مقابله کې استعمالیږي. اما د نزول مقابله کې صعود استعمالیږي. نزل محمد الى البئر صعد محمد من البئر. محمد د کوین راوختو نزل ورخته شو. خدلته مونږ ته وایي چې د کتاب نه استعمال کنه کتاب کې اکثره خرج استعمال شوی دی. نزل الرجل البئر ثم خرج سره کوی تخکته شو بیا کوی نه ووتو وسق الکلب سپیته اوبه ورکړي یا داسې ویلی شو نزل الرجل البئر ثم صعد وسق الکلب بیا راوختو او سپیته اوبه ورتللی. څلورمه جمله سوی الکافر یأمر بالمنکر. د یأمر عکس سرازی ینهه. کافر چې دی په منکر باندې حکم کوي وینهه عن المعروف د ښو کارونو نه خلق منع کوي. پنځمه جمله کې سوی الله یرحم المؤمنین وينهى عفوا الله يرحم المؤمنين ويعذب الكافرين. كلمة يرحم عكس هذه الكلمة ماذا؟ يعذب. الله يرحم المؤمنين الله بمؤمنان بان رحم كي ويعذب الكافرين أو كافران تعذاب وركي. الجملة السادسة يقول إن الله خلق الموت. عكس كلمة الموت ماذا؟ الحياة. جن أو مرق. مرق عكس رازي الحياة رازي. الله رب العالمين مرغم پیدا کرده والحياة جند پیدا کرده وهو على كل شيء قدير او پر ارسبان زورا ورنده. الجملة السابعة يقول المسلم لا يشتري إلا الحلال. يشتري عكس هذه الكلمة ماذا؟ يبيع. يشتري يعني يأخذ الشاي من البقالة. يبيع الأشياء أخلي أو خرسي. يشتري معنى أخلي يبيع معنى خرسي. المسلم لا يشتري إلا الحلال. مسلمان سلیت دی اغه نه خرسی مگر حلال خرسی. عفوا مسلمان سلیت دی ناخلی مگر حلال سیز اخلی. ولا یبیع الا الحلال ايضا او نه خرسی مگر حلال سیز خرسی. یبیع معنا خرسول. یشتری معنا اخستل. انا اشتری الكراسه ز کتاب چا اخلم. انا ابيع الجوال ز موبایل خرسوم. الجمله الثامنه اخرنی جمله کی سوی الله جعل من بعد ضعف قوة. الله رب العالمين ده كمزور والي نورسته طاقت پیدا کرده ده گرزه ولی ده اولا که انسان کمزوره بی بیورسته زوان شی بیورسته زوانه نه بیتا بی کمزوره شی بی مر شی نه ده قوت عکس رازی ضعف رازی. ده عزت منده ده هم تمرینو چه منگو تاسونه غختنه ده کلیوا چه ده کلمات چه ده غی لانده خد ده ده غی عکس ذکر کی آخر عکس رازی اول الجوع عکس رازی الشبع نزل عكس رازي خرج صعد يأمر عكس رازي ينهى يرحم يعذب الموت الحياة
يشتري يبيع، لا يشتري يعني لا يبيع، قوة ضعف. ننتقل الآن أيها الأكارم إلى صفحة أخرى 220، التدريب الثالث. يقول: هذه التعبيرات وردت في النص وهي تتكون من فعل وحرف يلازمه، استخدم كل تعبير في جملة من إنشائك. هذه التعبيرات دغ تعبيرات دغ لهجات دغ كلمات وردت في النص دا ذكر شويدي فنسكي، وهي تتكون من فعل دغ تعبير دغ جملة دا جولة شويدة من فعل دا فعلنا وحرف دا حرفنا يلازمه. داسي حرف دا دغ فعل سر ملازم دي يو زي رازي أكثر يو زي استماليجي. استخدم كل تعبير في جملة من إنشائك. غختنا سكي تمرين ولا ويت استمالك دغ تعبير دغ جملة بخبلا يو جملة استمالك دغ كلمات رواقلا يو جملة جوركا دغ كلمات بك استمالك دزاننا. أول كلمة سدا أول تعبير غفر له، غفر فعل ده لا داول حرف ده صرا. شكر له، شكر فعل شو لا حرف شو. يأكل من، يأكل فعل شو من حرف شو. يلعب فعل شو باوسر حرف رالي. ألزم به أو يألزم، ألزم فعل شو أو باوسر حرف شو. يوقف، يوقف فعل شو في حرف شو. ينهى فعل شو عن وسر حرف شو. شكى فعل شو إلى وسر حرف شو. مر فعل شو على دا وسر حرف شو. لا ينبغي أن، لا حرف شو ينبغي دا فعل شو أن صدي حرف دي. رازو عزت منه جملة استماله بيا جملة واضحة كوم. الجملة الأولى يقول: غفر له، آمن الكافر بالله وبرسوله وباليوم الآخر فغفر له. كافر إيمان رأوه بالله وبرسول باندي الله رب العالمين وتقناونا ما فقرل. هاجر المسلم فغفر له، مسلمان هجرتك الله رب العالمين وتا غناونا مغفرل. تاب المذنب فغفر الله له، غنانغار سري توبه ويستل الله رب العالمين وتا غناونا مغفرل. دوما كلمه دوما تعبير شكر له، اكرم المضيف الضيف فشكر له. اكرم المضيف اكرامه وكعزته وكقربه سري المضيف كور على لجاي عزتك الضيف دم المعزتك فشكر له، أقول شكريا ذاكر له، أقول عملي قبولك لأخوخي شولا. أكرم المضيف الضيف فشكر له. يا دسوايو أحسن الغني مع الفقراء فشكر الله له عمله. مال دارك إحسانك لغريب خلق سرا الله رب العالمين دغ عمله لقبولك، شكرك لله بنسك من استمالك يعني عمله لقبولك. أو كالإنسان سر استعمالك داغي الشكرية داك للا. درين تعبير سلي يأكل من، المؤمن يأكل من قصعة قريبة له. مؤمن سر يخري داغي كاسين قصعة والكي كاسا، يأكل خري من قصعة داغي كاسين قريبة له جغوتا نجديوي. المؤمن يأكل من الحلال لا من الحرام، مسلمان دا حلال نخوراكي دا حرامون نكي. سلورما جملة سوي: اللاعب يلعب بالكرة، اللاعب يلعب بالكرة، الشيطان يلعب بالمشرك. شيطان لوبي كيف جابان مشرك باندي كلو تغارك التاويزة چي كلو في مالغ خري كلو في جارو باندي وي كلو في سجدي قبرون تكي قسم ما قسم لوبي كي شيطان جابان بمشرك باندي. نو اللاعب يلعب بالكرة لوبغار لوبي كيف بال باندي، الطفل يلعب بالكرة ما شون ببال باندي لوبي كي. بنزم تعبير سوي ألزم به، المحسن ألزم بالإحسان مع الآخرين. نيك سريت دي يا الرجل الصالح ألزم بالإحسان مع الآخرين، لازم كريدي بخبل زامبا نيكي زبا إحسانكم دي جاسرا دي نورو خلقو سرا ولا سرا بإحسانكم. الرجل الصالح ألزم بالإحسان مع الآخرين، يا ألزم على نفسه بالإحسان مع الآخرين. شبقما جملة سدي يوقف فيه ودرئيه، المدرس يوقف في الصف الطالب الكسول. أستاذ سنبكي ودري أغا شاقر شاقا تنبلوي. المدرس يوقف في الصف الطالب الكسول، أستاذ ودري بس سنبكي تنبل شاقر الطالب الكسول تنبل تكوشش أو خارين كيم. ينهى عن،
الامر بالمعروف ينهى عن المنكر الامر بالمعروف اغا شخص چه امر كي خلقو تابو معروف كارونو باندي خو كارونو باندي اغا شخص سكي ينهى عن المنكر اغا دا قرنگي دا بدين منا كي خلقو الاعمال الصالحة ينهى الانسان عن الفحشاء نيك عمل چه دا انسان سكي دا بدو كارونو مني كي الشارع ينهى عن اذاء المسلم دين اسلام چې د شریعت چې د هغه منه کوي انسان د څه شي نه ضرر نه چې چاته به ضرر نه رسې مظلوم مسلمان ته به ضرر نه رسې اتم تعبیر څه دی شکا اله المظلوم شکا اله الله مظلوم سړی چا سره چې ظلم شوی دی شکا اله الله الله ته شکایت وکړو المظلوم شکا اله الله مظلوم سړی شکایت وکړو الله رب العالمین ته المظلوم شكا الى القاضي مظلوم شكايته كچاتا قازيتا الطفل شكا الى والده ما شوم خپل پلار ته شکایتو کوم نهمه جمله صدا مر علي يا مر على دونا باستعمال کو اخي المسلم مر علي وسلم مسلمان رو په ما باندې تیر شو او سلام واچو اخي المسلم مر علي وسلم مسلمان رو په ما باندې تیر شو په ما باندې سلام واچو اخي مر على المدرس فصافحه رور متير شو بوستاز باندې اغسر مصافحه وكلا لاسي ولا وركو اخي مر على المدرس مر على المدرس فصافحه وكلمه رور متير شو بوستاز باندې اغسر مصافحه مكلا خبر مسره وكلي كعلى استمالي او كعلي استمالي بزما معنا وركي اخي المسلم مر علي فما باندي تيرش لسمك تعبير سدي لا ينبغي أن مناسب ندي لا ينبغي أن يؤذي الجار جاره دا جائز ندي دا مناسب ندي چه يو گاواندي بل گاواندي تا تكلف وركي لا ينبغي أن يؤذي الجار جاره لا ينبغي أن يؤذي المسلم المسلمة لا ينبغي أن يؤذي الصاحب الصاحبة اتشال دا مناسب ندي دا پكار ندي چه زرار وركي يو گاواندي بل گاواندي تا يو ملگره بل ملگره تا يو خپلوان بل خپلوان تا دا عزت منو منګه تاسو نه غوښتنه کړې و چې دغه کلمات جملو کې استعمال کې خپل تعبیر ذکر کا چې تیس رقم جوړې مغه سي تعبیر و ذکر کا ننتقل الان ايها الاكارم الى التدريب الرابع رازو سلورم تمرين تام يقول اقرا الجمله التاليه ثم انسج على منوالها لاند جمله الاولى بداغين ورسته بدقه ترز باندي وليكا نور جمله سكا خبر ابريكا لاند خالي غارا کړی ده ثم انسج بيا وليكا على منوالها بدقة ترز باندي يو جملة را کرد وقتن يكرل جدا جملة اول اول ولا داغي نورست دا دي بترز باندي جوريكا تعالوا ايها الاخوة نقرأ الجمل رازو جملة للو ساق سوقا شديدا داي مثال را کرل وبدقة ترز باندي بدقة شكل باندي باقي جملة جوريكا ساق سوقا شديدا ويچ لو بتيز چلولو سرا يا راکش کو بتيز راکش کولو سرا ساق سوقا الساق دريور تويل كيغي ولي زكا جغام دا غارة چلي كنا ساق سوقا شديدا تيزي وچلو نولان دي جملة را کرلي تضربو خالي غاية را کرلا قويا دا غيب بطرز باندي جملة جوريكا يفعل فراغ جيدا صام فراغ صحيحا نجح فراغ تأثيرا فراغ تأثيرا فراغ الجملة السادسة محاولة الجملة السابعة دعا فراغ مستجابة الجملة الثامنة رغب فراغ صادقة الجملة التاسعة فراغ نوما عميقا الجملة الأخيرة فساد فراغ قبله وفراغ بعد هذه الكلمة أيضا رازو عزت منه بدقة رزبان لودا جملة جولو سوي ساق سوقا شديدا تيسل أولي وقرل ديما جملة سوي تضرب ضربا قويا تضرب ضربا قويا وهي صخوة هلو سرايا وهي صخوة هلو سرا تضرب ضربا قويا يفعل فعلا جيدا سيكار كي يفعل فعلا جيدا سيكار سيعمل كي صام صوما صحيحا سيرو جنسين سنجد الله والي أما قصر جنسين صام صوما صحيحا نجح نجاحا باهرا نجح نجاحا باهرا كامياب شو بخ كامياب دوسرا باهرا منا يعني متفوقا خ كامياب شو بخ ترز باندي مخكلارو كامياب شو يا زليدون كي بخبل ملغرو كي نجح نجاحا باهرا
تأثيرا، تأثر تأثيرا كثيرا، تأثر تأثيرا عظيما. دير تأثير يوكو باغيما جديد لي تأثير بوشو، تأثر تأثيرا عظيما. محاولة كوشش خواري، حاول محاولة شديدة سخطة خواري وكرلا، حاول محاولة شديدة. دعا دعاء مستجابة، دعا دعاء مستجابة، وقتنا وقل دس الدعاء شاق قبل دون كذا. رغب رغبة صادقة، رغب من ودرد الأخر اختني منه، رغب شوق رغبتي منه خر اختني رغبة صادقة اختني رغبته. نام نوما عميقا، نام أدشه نوما عميقا فجور خبصر عميق والكيك جور والته البئر العميق جور كويا نوم العميق جو إنسان دير دسي ودشي جي بالكل اسم ناوري زريمو دي استرقيمو دي داغي تبالكيكي النوم العميق جور أودي جي من بختوكي ولك السم جور أودي دي. لسما جملة فسد فسادا كثيرا، فسد فسادا عظيما، فسد فسادا قبيحا عظيما لي فسادي كريدي، فسد فسادا كثيرا دير فسادي كريدي، فسد فسادا قبيحا ناكار فسادي كريدي. داو جملي چې په دقه طرز باندې عزتمند منغو تاسو جوړ کړل تر دې پورې عزتمند الحمدلله دغه تمارین ختم شول د موضوع په تړاو باندې او چې باغې کې مفردات او تعبیرات د دین ورسته به منغو تاسو یو بل قاعده راکې په دې عنوان باندې المفعول المطلق چې دا ست ویل کېږي هغه کې قاعده مثالونه راکې هغه به ان شاء الله په بل خبرونه کې اخلو تر هغه پورې په لوی رب العالمین باندې سپارم تل د پاره عزتمند خوشاله کامیاب آباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.